أعزائي المشاهدين، برحب فيكم ولقائنا مع الطبق الرئيسي. هنعمل صنف من الدجاج بيكاتا مع صلصة الليمون. نشوف مع بعض المقادير. بيكاتا الدجاج بصلصة الليمون: 2 قطعة كبيرة فيليه دجاج، ملعقة صغيرة بهارات دجاج، نصف ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، نصف كوب دقيق، حبة كبيرة بيض، كوب بقسماط، 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، 4 ملعقة كبيرة زبدة، ربع كوب عصير ليمون، 3 إلى 4 شريحة ليمون، ملعقة صغيرة برش ليمون، نصف كوب مرق أو ماء، ربع كوب بقدونس مفروم. أعزائي المشاهدين، وصفة البيكاتا من الوصفات اللطيفة، تعتبر من الأطباق السريعة التجهيز، يعني ممكن ست البيت تكون جاي من الدوام وبسرعة بسرعة تقدم طبق، ممكن تقدمه جنب مكرونة أو رز مسلوق وشوية سوتيه، عنا وجبة كاملة. نشوف مع بعض المقادير والمكونات اللي احنا هنشتغل فيها اليوم. طبعا الأساسي عندي اللي هو الدجاج، وممكن نفس الفكرة على فكرة تعملوها بلحمة، إذا عندكم سكالوب ممكن تستطيعوا تجهزوا هالوصفة. قطع فيليه الدجاج أنا هجهزها بشكل شوية مختلف لأنها هي بتبقى سميكة، ممكن إذا حبيتوا تخلوها بسماكتها ولكن هتأخذ وقت أكتر في الطبخ. هأقول أنا بعض الأفكار وأنا بشتغل في حال حبيتوها سميكة. إحنا عشان نحصل على بيكاتا سريعة، أنا هرقق شريحة الدجاج بشكل، هنشوف مع بعض هلأ كيف الفكرة عندي، وخلوني أبتدي أجهز المكونات. وقبل ما أحط إيدي بالدجاج زي ما تعودنا دائما نرتب أغراض الشغل كليتها وخطواتنا تبقى كمان مريحة. هجهز قطع الدجاج هنسيبها على جنب، مش همسكها هلأ. هحتاج شرائح من الليمون، ممكن أجهز شرائح الليمون في البداية. شرائح الليمون هذه أنا هستعملها على شكلين أو على مرحلتين، الليمون نفسه حبرشه وأستعمل شرائح الليمون، وبرضو هنستعمل عصير الليمون. فاليوم عنا تيست الليمون هيبقى يعني نسبة عالية، هنخليهم هيك الشرائح جنبي في الطبق. نشوف المكونات الأخرى اللي هنحتاج نجهزها. الفيليه ممكن أكون أنا حطاه قبل بالتلاجة أو أقلي مباشرة، فأنا حقلي هلأ مباشرة، فخليني أشوف تجهيز القلاية عشان لما أنا أجهزه أكون جهزت طبعا خليط القلي. أنا عندي هون زبدة، الزبدة بتعطيني طعم كتير لطيف، ممكن تستغنوا عنها تستبدلوها بزيت، ولكن حابة أنا تخلطوا الزبدة مع الزيت. هحط الزبدة، ومقدار الزبدة هتقولوا لي منال كتير مش مشكلة لأنه هذا حيعطيني الطعم. هخلط الزبدة مع زيت الزيتون. ممكن أعمل المرحلة هذه على جزئين، أنا في الأول هشوح بعد هيك أشيل وبعد هيك أرجع أضيف بقية الزبدة، أو حبيتوا تخلوها كليتها في البداية. هنشوف الفرق ما بين هذه الخطوة وهذه الخطوة. هخلي الزبدة هيك تسخن جنبي على النار وأبتدي أجهز مكوناتي الثانية. هذا البقدونس خليه للتقديم في الآخر. عندي هون أطباق، ممكن أحط في طبق البقسماط وطبق ثاني أحط فيه الطحين. طبعاً المقادير هذه مرنة، يعني ما فيني أقول مثلاً أحددها على حسب ما بأخذ معاكي، فممكن تكونوا شوي مرنين في تجهيز مقدار البقسماط، بس ما تحطوا كمية كبيرة عشان بعد هيك ما تخسروا وتضطروا ترموه، لأنه البقسماط إذا حطينا فيه بيض وأي مواد زي طبعاً الدجاج واللحوم صعب إنه نرجع نستعمله ثاني. فأرجو إنكم تحطوا شوي شوي وزودوا على حسب ما تحتاجوا. هخفق البيضة بالطريقة هاي، مجرد خفق خفق. حتى البيض حطوا واحدة، إذا لقينا حالنا محتاجين أكثر بنزود، ما في داعي نحط كمية كبيرة من البداية. هوطي خالص أنا النار هلأ أو أطفيها شوي تحت الهد. ببتدي هلأ عندي خلطة من بهارات الدجاج، ممكن أحط شوي على البقسماط، أحط شوي على الطحين، وأحط شوي على البيض وشوية ملح، برضو نفس الشيء. أي فليفرز حابين أنتوا تحطوا، ممكن البابريكا، ممكن الأعشاب، أو تكتفوا فقط بشوية فلفل أسود زي ما بتحبوا.
برضو شوية فلفل هون وشوية فلفل هون، يبقى زي ما عم بنشوف سوا عم بمشي خطوة خطوة. نخلط بس هالبهارات هذه سوا عشان احنا على طول زي ما بنقول لما نجهز تبقى كتير حركتنا لطيفة في المطبخ. هخليهم هيك على جنب ونشوف الدجاج شو بدنا نعمل فيه. هحتاج اقطع شريحة الدجاج الى نصفين بالعرض، ادرسها شوي. احنا دائما قطعة الدجاج بنلاحظ انه في عنا الجزء الرفيع هذا، احافظ عليه عشان اذا انا قطعت هيك صارت عندي هذه كتير رقيقة وهذه كتير سميكة، فانا قدر الامكان بروح عشان اقطعها بروح ماخدة من الجزء الاسفل بالطريقة هاي. خدتوا بالكم كيف انا عملت؟ صار عندي هون شريحتين من الدجاج. يبقى نعمل الثاني برضو بنفس الطريقة، نشوف سوا. هذه قطعة صغيرة الشكل، الجزء هذا احاول اخليه احافظ عليه وابتدي اخذ بالعرض. لاحظوا كيف انا ححط السكين واقطع بهالطريقة. هيك انا اصبح عندي هون هاي القطعة اللي كانت اثنين، حنشوف هلا كيف ممكن نحولها لشريحة واحدة نلزقها سوا مع بعض. حنخلي قطع الدجاج عنا جنبي بالطريقة هاي، وححتاج رشة زيت سبراي خفيفة وورق زبدة. وأنا هلأ بدي أترك الدجاج أرقي شوي. قلنا الترقيق اللي حامله هلأ لهدف واحد اللي هو الطبخ السريع. إذا بدك قطعة الدجاج تبقى سميكة ما في داعي تقطعيها نصين زي ما عملنا، ولكن يفضل إنه أتركها، هتأخذ شوي وقت أطول في التشويح. بحط قطعة الدجاج بهالطريقة، ممكن نأخذ قطعتين بيمشي الحال، وبحط عليها ورق الزبدة. طبعا أخذتوا بالكم أنا رشيت زيت، فالطبقة اللي عليها زيت هي اللي بحطها على الدجاج عشان ما يلزق عندي الورق، ومجرد طرقات خفيفة. هيك أصبح عندي معقول. ممكن طبعا الشباب يجوا يساعدوا الوالدة بهالموضوع، ما نرقيهاش كتير لأنه هلأ لما نحطها في البقسماط هحاول أضغط عليها ضغطة خفيفة فبترق شوي معاي وأنا بشتغل. جهزنا احنا طبعا كل المكونات زي ما انتو شفتوا. هلأ على طول مجرد ما حطيت ايدي في الدجاج خلص انا شغلي جاهز. احطها في البيض، في الطحين، خلوا بالكم ايش انا عم بعمل، ومرة تانية في البيض، وبعد هيك على البقسماط. الفليه بالشكل هذا ويلزق عليها البقسماط كويس. مباشرة على القلاية اللي احنا مجهزين فيها الزبدة مع زيت الزيتون. نعمل واحدة تانية في البيض. لاحظوا كيف انا عم بمسكها من طرفها، الموضوع كتير بسيط. في الطحين نرجع تاني بس هيك مجرد هالتغطاية الخفيفة، نرجع على البيض وتاني على البقسماط. البقسماط مجرد بايدي الشمال ابتدي اشتغل فيها. هوني انا بحافظ على ايدي الشمال كتير ناشفة، فسهل جدا اني اقدر انفذ هالخطوات في منتهى البساطة. وعلى طول زي ما شفتوا على الزيت مع الزبدة. وبعد هيك بجيب طبق تقديم عشان على طول انا اشيل من الزيت، يبقى عندي على طبق التقديم جاهز وسخن. وهي الخطوة كتير مهمة على فكرة انكم تخلوا بالكم منها. حب استنى ثواني لغاية ما احس انه اتحمر، ابتدت الريحة تطلع. طبعا ريحته كتير شهية لانه احنا عم نطبخ بالزبدة مع زيت الزيتون، بيعطيني فعلا تيست رائع جدا. نتأكد انه استوى 100%. هذه الخطوة كتير مهمة لانه خلص هي هذه تشويحة الدجاج، مش عامل طبخ اكتر من هيك. حنقلها على طبق تقديم او اذا عندنا طبق تاني احتفظ فيها سخنة عشان نشوف بعد هيك طريقة تجهيز الصلصة. يبقى حشيلها، ما في داعي احطها على ورق نشاف، ما في مشكلة عندي. الزيت هذا والزبدة مفيد جدا. في نفس الدهن اللي موجود هبتدي اضيف عصير الليمون، ولكن انتبهوا ارجوكم لانه ممكن يطرش معي. بغطيه بهالغطا، كتير عملي هذا الغطا وسهل. بخليه ياخذ هلا غلوة، ومجرد اني هبتدي هيك على خفيف اقلب
عصير الليمون بهالطريقة هيك. حضيف شوي من المي، وزي ما قلنا احنا هنحتاج نوزع برشة ليمون فريش، وحضيف شرائح الليمون اللي قطعناها في البداية. صلصة سريعة قبل ما يلحق يبرد عندي الفيليه اللي أنا جهزته، بكون الصلصة عملاها وأوزعها مباشرة على الفيليه، بس أعطيها هيك دقيقة بس تتسبك مع بعضها وتتماسك مع بعضها، ونشوف هلأ طريقة تقديمها. أعزائي، صلصة الليمون أصبحت جاهزة. زي ما شفتوا ما بتاخد وقت، شي 3 دقايق على بعض بس على النار. طبعا البيكاتا جاهزة، ممكن أوزع في الأول إذا حبينا نأخذ بس الشرائح الليمون. طبعا هاي بدها غرف سريع عشان تتقدم سخنة، بس نوزع هيك كم شريحة بيعطي طعم لطيف جدا. ممكن تحطوا ليمون فريش إذا حابين أو ما حبيتوش فكرة الشرائح المطبوخة هذه، بس هي هذه اللي عم تعطيني التيست اللطيف كتير. والصلصة على طول بس أوزعها، تبقى عندي بالطريقة هاي. طبق لطيف سريع، طعمه كمان لذيذ جدا، تتقدم مباشرة. قطعنا الدجاج وطرقناه ليصبح شرائح رقيقة، حطيناه في البيض ثم الطحين ثم البيض ثم البقسماط وقليناه. لعمل صلصة الليمون أضفنا عصير الليمون وشرائح الليمون وبرش الليمون والماء، ووزعناه على الدجاج. بكاتا الدجاج بصلصة الليمون: 2 قطعة كبيرة فيليه دجاج، ملعقة صغيرة بهارات دجاج، نصف ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، نصف كوب دقيق، حبة كبيرة بيض، كوب بقسماط، 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، 4 ملعقة كبيرة زبدة، ربع كوب عصير ليمون، 3 إلى 4 شريحة ليمون، ملعقة صغيرة برش ليمون، نصف كوب مرق أو ماء، ربع كوب بقدونس مفروم.